ودلوقتي معانا مداخلة هاتفية ليه كابتن هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، النجم الدولي. مساء الخير يا كابتن. اهلا اهلا، نور. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. في البداية كده عايز اسأل حضرتك، شايف ازاي غياب الونش عن المباراة النهاردة؟ طبعا الونش طبعا عارفين ان هو لعيب بقاله فتره مستوى ثابت وما شاء الله عليه. وجوده مع فريق الزمالك ووجوده مع منتخب مصر مهم جدا طبعا، لكن المباراة دي، لكن هو متهيألي معاهم في المنتخب يعني. كابتن مش سامع حضرتك كويس. الونش يعني لعيب بقى غبار عليه ان هو محتاجينه طبعا، سواء في المنتخب او في الزمالك، لعيب من احسن المدافعين في مصر دلوقتي حاليا. فطبعا يعني غيابه مش هنقول يعني طبعا هيأثر طبعا من ناحية معينة، لكن ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري عنده القدرة انه يبقى عندنا اكثر من لاعب كويس. ايمن اشرف ممكن يقوم بدور محمود علاء، يعني اللعيبه اللي موجوده تقدر تقوم وتسد الخانه دي ان شاء الله باذن الله. طيب شايف ازاي عموما اداء كروش مع المنتخب، خاصه يعني ان احنا شفنا اداؤه في مباراتين ليبيا، شايف ازاي اداؤه يعني دماغه شويه في الملعب عامله ازاي؟ بصي يعني طبعا ما اقدرش احكم على مدرب من اول لقاءات، لكن لعب اللقاء ليبيا المباراه الثانيه عمل اداء كويس جدا، وقدر يجمع مجموعه لعيبه وقدر يشتغل على المباراه دي بشكل جيد جدا. فانا يعني شايف ان هو لو اخذ فرصته طبعا وتجمعات للمنتخب، انت عارف الوقت ضيق جدا في التجمعات، ان احنا طبعا الماتشات مضغوطه والمنتخب محتاج وقت طويل لعمليه الانسجام. لكن الحمد لله المباراه اللي فاتت اللي لعبوها مع ليبيا كانوا منظمين جدا وكانوا قدروا يلعبوا المباراه بشكل حلو. انا شايف ان الراجل بيقرا اللعيبه وبيحاول يستفاد باختياراته في المنتخب يعني على حسب كل مجرى او كل مباراه او كل متطلباته ايه بيشتغل عليها كده. لكن طبعا يعني احنا برضو يعني كان هدفنا ان هو برضو كان ياخد طارق حامد بالظبط المنتخب وزيزو، لان طبعا يمكن اكثر اثنين لعيبه مميزين جدا كانوا الفتره اللي فاتت مع نادي الزمالك. وكان حضرتك شايف غياب طارق وزيزو ممكن ده يأثر على مستوى المنتخب مثلا النهارده؟ يعني كان وجودهم فعلا مهم وهيحدث فارق؟ هو طبعا طارق مهم جدا يعني وجوده، لكن يعني خلاص الاختيارات تمت، لكن اكيد برضو النينيو والسولية والمجموعه اللي موجوده ممكن تقوم بدورها في المباراه. لكن طبعا لا غنى عن طارق حامد طبعا مع المنتخب، يمكن هو الراجل دي وجهه نظر يمكن ما حدش عارفها لحد دلوقتي، لكن طارق مهم مطلوب ومطلوب الفتره القادمه ان شاء الله، لان طارق عنصر اساسي في المنتخب. دي حقيقه، هو طارق كمان يعني ما غابش عن المنتخب من 2016، يعني دي اول مره طارق حامد يغيب فيها عن المنتخب الوطني. اكيد، بس يعني برضو ده يعني ممكن نقول احنا برضو مش عايزين نجهد اللاعب بشكل كبير من منتخب للنادي، ماتشات ثقيله بقى اجهاد. يمكن برضو طارق متحمل المسؤوليه في نادي الزمالك بشكل كبير، شايل نص الملعب بشكل كبير، فممكن طبعا ده بيأثر على العمر الافتراضي داخل الملعب برضو. يعني مهم جدا ان هو يكمل الموسم برضو مع نادي الزمالك بشكل يعني كويس. طبعا المنتخب هدفنا كلنا بيبقى دايما، لكن لما بيجي يحصل اختيارات او وجهة نظر مثلا مدير فني، فانا يجب على ان انا استغل اللحظات دي ان انا استدعي او ابتدي استدعي الراحه للجسم علشان خاطر يقدر يكمل بقيه المباريات القادمه سواء مع نادي الزمالك او مع المنتخب. طيب اخيرا يا كابتن هشام، يعني ايه توقعاتك بقى الماتش النهارده؟ والله بصي، هو يعني فريق انجولا طبعا يعني من الفرق المتوسطه، لكن انا ما بحبش يعني ما اهتمش ما تقصد ما تستهونش بالفريق يعني.
بالظبط. يعني طول عمرنا لازم الفرق دي لازم تكسب الماتش النهارده عشان يبقى فرصه وصول المنتخب مصر للادوار النهائيه طبعا تبقى كبيره جدا، وده هيدي حافز كبير جدا للمنتخب ولولادنا. فانا شايف ان المباراه النهارده مباراه لازم تنتهي يعني بشكل بالفوز علشان خاطر المنتخب المصري يقدر يركز الفتره القادمه طبعا للصعود لكاس العالم، وده اهم حاجه عندنا. يعني لازم يبقى المنتخب المصري متواجد من بعد التسعين في بطوله كاس العالم دائما، لان المنتخب المصري عنده القدره وعنده اللعيبه الكويسه وعنده الشغف ان احنا نقدر نطور نفسنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن هشام، يعني حضرتك شرفتني جدا كابتن هشام يكن نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، بشكر حضرتك جدا.